بدرسنا هذا الصباح بأول الله وتوفيق. نسمي الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قلتم أحسن الله إليكم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. المقصود بذلك قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأمر الله من لا يعدل في اليتيمة ويعطيها مهرها كاملا بأن يعدل عنها إلى غيرها. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من المهر، وترغبون أن تنكحوهن فهو يرغب أن ينكحها لأنها جميلة ولأن لها مالا، لكنه لا يريد أن يعطيها مهر أمثالها، فهذا لا يجوز، بل عليه أن يعطيها مهرها كاملا، فكما أنها إذا كانت دميمة فسيعرض عنها ويتركها، فكذلك إذا كانت جميلة فعليه أن يعطيها مهر أمثالها. وقوله والمستضعفين من الولدان، فالمستضعفون من الولدان كانوا لا يورثونهم في الجاهلية ولا يعطونهم حقوقهم، فأمرهم الله أن يعطوهم حقوقهم كاملة. وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل، فأمرهم الله أن يقوموا بالعدل في اليتامى من الذكور والإناث. وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، كلمة خير نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم، فالمعنى أن أي خير قليلا أو كثيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا يفعله الإنسان فإن الله يعلمه وسيجازيه عليه. ثم قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. في هذه الآية قوله قل الله يفتيكم ويستفتونك قل الله يفتيكم، فذكر أنه يفتي سبحانه وتعالى، فهذا صفة بلفظ الفعل، يقال الله يفتي قل الله يفتيكم، لأن يفتي صفة فعلية لله على لفظها. هل يشتق قال الله المفتي؟ هذه قالوا انها جاءت على لفظ الفعل. قل له يفتيكم بهن ويستدرك قل له يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يفتيكم فيهن. نعم، ما اشير الى هذا تحذف المحذوف تقديره وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يفتيكم فيهن. جواب وما أين الجواب؟ تقدير وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يفتيكم فيهن. شو الكلام؟ جواب على صلى الله عليكم. البغوي قال قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ونفتيكم ما يتلى عليكم. نعم. يريد الله وإيش قيل معناه؟ قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم. قل أفتيكم بهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم. نعم، يعني تقدير ويفتيكم. نعم. قل أفتيكم بهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم. وقيل معناه ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم. يريد
أن الله يفتيكم وكتابه يفتيكم. نعم. طيب قرطبي قال نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم الله يفتيكم فيهن، أن يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا، فقيل لهم إن الله يفتيكم فيهن. ايش قيل هي؟ السلام عليكم. ايش؟ قال نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم الله يفتيكم فيهن، أن يبين لكم حكم ما سألتم عنه. طيب. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا، فقيل لهم إن الله يفتيكم فيهن. أنا ما ذكر الجواب، قل أفتيكم تفسير، قل هو ما يتلى عليكم الكتاب، قوله تعالى وما يتلى عليكم ما في موضع رفع، خلاص تفسير. شوف تفسير. تفسير. المقصود بذلك قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأمر الله من لا يعدل في اليتيمة ويعطيها مهرها كاملا بأن يعدل عنها إلى غيرها. والتقدير ويفتيكم فيما يتلى عليكم. فيما يتامى النساء. أحسن الله عليك. الله يفتيكم والقرآن يفتيكم. هذا قول ثاني. عليكم في الكتاب في يتامى النساء يفتيكم فيهن. الله يفتي والقرآن يفتي. قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. وما يتلى عليكم يفتيكم. هو يفتيكم فيما يتلى عليكم في يتامى النساء الله كما قال البغوي. أحسن الله إليكم. كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية اختار القول بأن المقصود أن القرآن يفتيكم أيضا. قال وأما وصفه أي القرآن بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويبشر ويهدي، فقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذا كتابنا ينطق عليكم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي يفتيكم أيضا. وما يتلى عليكم في الكتاب أي؟ أي يفتيكم أيضا. نعم هذا المقصود. نعم إذا نضاف ونقول وما يتلى عليكم في الكتاب أي يفتيكم أيضا. هذا كلام من؟ ابن تيمية أحسن عليكم. طيب في المجموع. نعم. طيب نقول وما يتلى عليكم في الكتاب أي يفتيكم أيضا، تضاف جملها. أنا في التفسير ما ذكر ما قدرت. نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا كعدم الميل إليها أو خشية أن يطلقها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا بأن تسقط شيئا من حقها وتبقى في عصمته. أحسن الله إليكم. وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا كعدم الميل إليها أو خشية أن يطلقها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا بأن تسقط شيئا من حقها وتبقى في عصمته كأن تسقط عنه النفقة إذا كانت تستطيع أن تنفق على نفسها أو تعطيه شيئا من مالها أو تسقط ليلتها بأن لا يكون لها ليلة. والصلح خير أي أن الصلح أفضل من الطلاق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي أن الأنفس من طبيعتها الشح. وإن تحسنوا وتتقوا أي إذا أحسن أي أن الأنفس من طبيعتها الشح. وإن تحسنوا وتتقوا أي إذا أحسن إليها وصبر عليها مع دمامة خلقتها أو مع كونه لا يميل إليها واتق الله فيها بأن أعطاها النفقة والكسوة كاملة والقسم أيضا فهذا هو الأفضل وله على ذلك الثواب من الله. ولهذا قال قبلها الشح وحضرت الأنفس الشح. الشح هو أسوأ البخل والشح هو أسوأ البخل وهو حرص على الجمع من غير إنفاق من غير نفقة حرص على الجمع بدون نفقة. نعم أحسن الله إليكم. ولهذا قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي هو سبحانه خبير بعمله وسوف يجازيه على ذلك. أحسن الله إليكم. بس إيش؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. أي هو سبحانه خبير بعمله وسوف يجازيه على ذلك. نعم. طيب بعده. أحسن الله إليكم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بين سبحانه وتعالى أن العدل بين الزوجات غير مستطاع والمراد بهذا العدل محبة القلب وما ينشؤ عنه من الوطئ والشهوة وهذا غير العدل المستطاع وهو القيام بالنفقة والكسوة والسكنى والقسم كل واحدة لها ليلة فهذا عدل واجب مستطاع. وقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أي فلا يميل الإنسان مع محبة القلب كل الميل فيترك زوجته كالمعلقة فلا هي ذات زوج يعطيها حقها من النفقة والكسوة والسكنى ولا هي مطلقة فتكون حرة فيأتيها الخطاب لأنها في ذمته فهي كالمعلقة. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي إذا أصلح الإنسان واتقى ربه وعمل جهده فالله يغفر له ما لا يستطيع. صلى الله عليكم. نعم. في قوله تعالى وحضرت الأنفس الشح. نعم. الشح هو أسوأ البخل. والشح هو أسوأ البخل. نعم. هو حرص الجمع من دون إنفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين وأحضرت الأنفس الشح يعني أنه عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شحيحة كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها وكأن الله يقول دعوا هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة. ولهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأردنا أن نصلح بينهما فإن كل واحد منهما يركب رأسه
ويأبى أن يتنازل إلا بعد جهد جهيد. طيب أحسن الله، يعني أحسن الله إليكم، محضرة الأنفس والشح يعني متعلقة في الصلح يعني. نعم، إيش أقول عاد محضرة الأنفس والشح؟ يعني أحسن الله إليكم، قال يعني أنه عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شحيحة، كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها، وكأن الله يقول دعوا هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة. ولهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأرد أن نصلح بينهما، فإن كل واحد منهما يركب رأسه ويأبى يتنازل إلا بعد جهد جهيد. صحيح، لكن ينبغي الإنسان أن يكون سامح. رحم الله سامحني باع، سامحني إذا باع، سامحني إذا اشترى، سامحني إذا قضى، سامحني إذا اقتضى. قال يقول وحدة نفس الشح، اشكال عليها اشكال عليها. بغوي أو القرطبي، السلام عليكم، قال القرطبي قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح إخبار بأن الشح في كل أحد، وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره، يقال شح يشح بكسر الشين. قال ابن جبير هو شح المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها أيامها. وقال ابن زيد الشح هنا منه ومنها. قال ابن عطية وهذا أحسن، فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها، والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة، والشح الضبط على المعتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك، فما أفرط منه على الدين فهو محمود، وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمة، وهو الذي قال الله فيه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما صار في حيز منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة، وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. قلت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل؟ قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا. أحسن الله عليكم. قال قلت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل؟ قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وقد تقدم ذكره الماوردي. تقدم القصة. نعم، هذا حديث قالوا في الحاشية ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين، ولم نقف على الخبر عند غيره. نعم. أحسن الله إليكم، قال ابن عاشور وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال، وفي الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل غنى، وقال تعالى من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها، ومنه المشاحة وعكسه السماحة في الأمرين، فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال وهو الفدية، فالشح هو شح المال، وتعقيب قوله والصلح خير بقوله وأحضرت الأنفس الشح على هذا الوجه بمنزلة قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها. ثم قال أحسن الله إليكم فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة
الحائلة دون المصالحة. أحسن الله إليكم. قال: فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة. والمقصود به أن تكون فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي: وقراءة العامة أن يصالح، وقرأ أكثر الكوفيين أن يصلح، وقرأ الجحدري وعثمان البتي أن يصلح، والمعنى يصطلح ثم أدغم. قالوا: في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. شاهد. قال: في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. لا ينبغي ولا لا يجوز؟ أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح تفسير العيش، وأحضرت الأنفس الشح ما في عليه كلام. وقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي أن الأنفس من طبيعتها الشح. ثم أضفتم أحسن الله إليكم: والشح هو أسوأ البخل، وهو حرص على الجمع من غير نفقة. والمراد به هنا أن لا يكون الصلح، أن لا يكون الشح مانعا من الصلح. العبارة المقصود منها ألا يكون الشح مانع، أو أن يكون الخصام والمخاصمة مانعة من الصلح. عبارة من عشر أحسن عليكم. قال: فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة. نعم، ألا يكون الشح حائلا أو مانع من المصالحة. المقصود هنا ألا يكون الشح مانعا من المصالحة. وما قوله أسوأ البخل هذا يعني في المواضع في جهة المال، في جهة المال. ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هنا أسوأ البخل، هو حرص مع جمع، حرص على الجمع مع عدم الإنفاق. نعم. قال: يريد شح كل واحد من الزوجين. نعم. البغوي أحسن الله إليك قال: يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر. شح كل واحد من الزوجين إيش؟ بنصيبه من الآخر. نعم. ثم قال: والشح أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير. الحرص على منع الخير. الحرص على الجمع مع منع الخير. نعم. حرص مع... نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وفيها قال: ومن يغش عن نفسه فأولئك هم المفلحون. فيها أن من يقال الله في الآية فيها، وفي الآية ترغيب وحث على البعد عن الشح، وأن من وقاه الله شح نفسه كان من أهل الفلاح. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا أحضرت الأنفس الشح فقط. ما هو طيب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي إذا تفرقا وحصل الطلاق أو الخلع بينهما، فالله سبحانه يغني كلا عن الآخر من سعته، فيغني الرجل بامرأة خيرا منها، ويغني الزوجة بزوج خيرا منه. وكان الله واسعا حكيما، فهو سبحانه واسع العلم والرحمة والحكمة، وهو حكيم فيما يشرعه ويقدره ويأمر به. وفي الآية إثبات
اسم الواسع والحكيم، اسم الله هو الواسع والحكيم. وصفة السعة والحكمة. رحمك الله. وصفتي السعة والحكمة. نعم أحسن عليكم. نعم فيها الآية فيها صفة سعة رحمته وعلمه وحكمته وفضله. نعم أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك لما فيهما على سعتهما وكبر أجسامهما، فهو مالكهما سبحانه، وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه. لا يخرج شيء عن قبضته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك لما فيهما على سعتهما وكبر أجسامهما، فهو مالكهما سبحانه، وأزمة الأمور كلها بيده. والمصرف فيهما وأزمة الأمور بيده، فضله المصرف فيهما. فهو مالكهما سبحانه والمتصرف فيهما وأزمة الأمور كلها بيده، لا يخرج شيء عن قبضته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، والتقوى هي أن تتقي غضب الله وسخطه بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء حقه وحق عباده. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، فلو كفر أهل السماوات وأهل الأرض فلا يضر ذلك ملك. أحسن الله عليكم. والتقوى هي أن تتقي غضب الله وسخطه بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء حقه وحق عباده. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، فلو كفر أهل السماوات وأهل الأرض فلا يضر ذلك ملك الله، فهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد ولا يتضرر من أحد ولا ينتفع من أحد. وفي قوله تعالى: وكان الله غنيا حميدا، إثبات اسم الغني واسم الحميد، وإثبات صفة الغنى وصفة الحمد. على ما يليق بجلال الله وعظمته. وفي قوله: وكان الله غنيا حميدا، إثبات اسم الغني والحميد، اسم الله قال عبد الغني عبد الحميد، وصفتي الغنى والحمد. وكان الله غنيا حميدا، إثبات اسم الغني والحميد، وإثبات ايش؟ صفة الغنى والحمد. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو سبحانه مالك السماوات والأرض وما فيهما، وهو المراقب لعباده، الحافظ لهم، المطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. أي هو سبحانه مالك السماوات والأرض وما فيهما، وهو المراقب لعباده، الحافظ لهم، المطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي إن عصيتم الله ذهب بكم وأتى بقوم آخرين، وكان الله على ذلك قديرا، لا يعجزه شيء، فكما خلقكم وأنشأكم فهو قادر على أن يذهبكم ويأتي بغيركم. ويثبت المشيئة لله عز وجل إن شرطية. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي إن عصيتم الله ذهب بكم وأتى بقوم آخرين. وفي إثبات المشيئة لله. وكان الله على ذلك قديرا، لا يعجزه شيء، فكما خلقكم وأنشأكم فهو قادر على أن يذهبكم ويأتي بغيركم. وفي إثبات اسم القدير لله تعالى وصفة القدرة. إثبات اسم القدير تعالى وإثبات صفة القدرة. أحسن الله إليكم. من كان يريد ثواب الدنيا منصور. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فالله عنده ثواب الدنيا والآخرة، ومن أراد الدنيا آتاه الله منها إن كان قد شاء وقدر له ذلك، وإن شاء لم يعطه منها فيكون محروما من الدنيا والآخرة. وقوله وكان الله سميعا بصيرا فيه إثبات اسمه السميع والبصير وإثبات صفته السمع والبصر. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فالله عنده ثواب الدنيا والآخرة، ومن أراد الدنيا آتاه الله منها إن كان قد شاء وقدر له ذلك، وإن شاء لم يعطه منها فيكون محروما من الدنيا والآخرة. وقوله وكان الله سميعا بصيرا فيه إثبات اسمه السميع والبصير وإثبات صفته السمع والبصر. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة فيها نداء وخطاب للمؤمنين بأخص أوصافهم ليكون أدعى للقبول والاستجابة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط هو العدل، فهذا أمر لنا بأن نعدل في كل أمورنا. شهداء لله، أي أن تكون الشهادة خالصة لله يبتغى بها وجه الله. ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على النفس فينبغي أداؤها. أو الوالدين، أي ولو كانت الشهادة على الوالد أو الوالدة فينبغي أداؤها. والأقربين كالأخ والعم والصديق، فينبغي أداء الشهادة ولو كانت على النفس أو الوالدين أو الأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تراعي في الشهادة الغني لغناه أو الفقير لفقره، فالله أولى بالغنى وأولى بالفقير، فالله أولى بالغني وأولى أحسن الله إليكم، فالله أولى بالغني وأولى بالفقير. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، فلا تتبع هواك وتميل معه،
ولا يمنعك الهوى من العدل، بل تكلم بالعدل والحق والواقع. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا بأن تكتموها ولا تؤدوها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي خبير بأعمالكم ونياتكم، وخبير بمن يحرف الشهادة وسوف يجازيه، وخبير بمن يكتم الشهادة وسوف يجازيه. وهذا وعيد شديد لمن يغير الشهادة أو يحرفها. أحسن الله إليكم. أو يكتمها ويخفيها. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم. هذه الآية الكريمة فيها نداء وخطاب للمؤمنين بأخص أوصافهم ليكون أدعى للقبول والاستجابة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط هو العدل، فهذا أمر لنا بأن نعدل في كل أمورنا. شهداء لله، أي أن تكون الشهادة خالصة لله، يبتغى بها وجه الله. أحسن الله إليكم. يبتغى بها وجه الله ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على النفس فينبغي أداؤها، أو الوالدين، أي لو كانت الشهادة على الوالد أو الوالدة فينبغي أداؤها، والأقربين كالأخ والعم والصديق فينبغي أداء الشهادة ولو كانت على النفس أو الوالدين أو الأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تراعي في الشهادة الغني لغناه أو الفقير لفقره، فالله أولى بالغني وأولى بالفقير. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، فلا تتبع هواك وتميل معه، ولا يمنعك الهوى من العدل، بل فيمنعك الهوى من العدل، بل تكلم بالعدل والحق والواقع. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا، بل تكلم بالعدل والحق والواقع. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا بأن تكتموها ولا تؤدوها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي خبير بأعمالكم ونياتكم، وخبير بمن يحرف الشهادة وسوف يجازيه، وخبير بمن يكتم الشهادة وسوف يجازيه. وهذا وعيد شديد لمن يغير الشهادة أو يحرفها أو يكتمها ويخفيها. أحسن الله عليكم. الله بما تعملون خبيرا، أي خبير بأعمالكم ونياتكم، وخبير بمن يحرف الشهادة وسوف يجازيه، وخبير بمن يكتم الشهادة وسوف يجازيه. وهذا وعيد شديد لمن يغير الشهادة أو يحرفها أو يكتمها ويخفيها. ويخفيها. أحسن الله. نعم. ثم نعم. فيها إثبات اسم الخبير. فيها اسم الخبير لله عز وجل على ما يقول جلاله وعظمته. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية وجه الله الخطاب للمؤمنين فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان وشرائعه ودعائمه، واثبتوا على الإيمان واستمروا عليه. والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل،
الكتاب اسم جنس يشمل التوراة يشمل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. آمنوا بالله ورسوله والكتاب. أحسن. والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن. نعم. والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وكذلك الكتب التي لم تذكر. وقال في القرآن نزل لأنه نزل منجما على حسب الحوادث والوقائع. وقال في الكتب السابقة أنزل لأنها نزلت جملة واحدة. وقال في الكتب السابقة أنزل لأنها نزلت جملة واحدة. وهذا هو الفرق بين القرآن والكتب السابقة. ثم قال الله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين أن من يكفر بهذه الأصول بأن ينكرها أو يشك فيها أو يجحدها فهو كافر. وهذه الأصول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه خمسة أصول. والأصل السادس ذكره في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان هو الإيمان بهذه الأصول والكفر هو الكفر بهذه الأصول. أحسن الله إليكم. قلتم وهذه الأصول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه خمسة أصول. والأصل السادس ذكره في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان هو الإيمان بهذه الأصول وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان هو الإيمان بهذه الأصول والكفر هو الكفر بهذه الأصول. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قلتم أحسن الله إليكم إن الذين آمنوا ثم كفروا أي ارتدوا ثم آمنوا ثم كفروا أي ارتدوا ثم ازدادوا كفرا واستمروا عليه حتى الممات لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وفي هذه الآية دليل على أن من مات على الكفر فلن يغفر له وهو من أهل النار مخلد فيها والجنة عليه حرام. وأما قبل الموت فباب التوبة مفتوح ومن تاب إلى الله تاب عليه حتى لو كان كافرا أو مشركا. حتى لو كان كفرا أو شركا. أحسن الله. وفي هذه الآية دليل على أن من مات على الكفر فلن يغفر له وهو من أهل النار مخلد فيها والجنة عليه حرام. وأما قبل الموت فباب التوبة مفتوح ومن تاب إلى الله تاب عليه حتى لو كان كفرا أو شركا أو حتى لو كان كافرا أو مشركا. نعم. ومن تاب إلى الله تاب عليه حتى لو كان كفرا أو شركا. يعني حتى لو كان الذنب كفرا أو شركا. أحسن الله عليك. حتى لو كان الذنب كفرا أو شركا. نعم. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآية الكريمة بيان حال المنافقين. أحسن الله إليكم في هذه الآية الكريمة بيان حال المنافقين والعاقبة السيئة لهم. قال الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة تكون في الخير وتكون في الشر. والمنافقون هم من يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين في الأحكام إذا لم يظهروا كفرهم وفي الآخرة يعاملون ببواطنهم فلهم حكم في الدنيا وحكم مختلف في الآخرة. في الدنيا
هم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين في الأحكام إذا لم يظهروا كفرهم، وفي الآخرة يعاملون ببواطنهم، فلهم حكم في الدنيا وحكم مختلف في الآخرة. يجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر ما داموا على الإسلام، يعني يصلى عليهم إذا ماتوا ويغسلون، المعاملة مع المسلمين لأننا الظاهر، أما الباطن فهي إلى الله سبحانه وتعالى. كان صادقا في إيمانه الله يعطيه ثوابه الصادق، وإن كان كاذبا فعليه مع الكاذبين. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قلت أحسن الله إليكم في قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يتولون الكفار فيحبونهم ويوالونهم ويوافقونهم على دينهم، أيبتغون عندهم العزة أي يطلبون من هؤلاء الكفار العزة فإن العزة لله جميعا، فالعزة في طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قلتم أحسن الله إليكم: يبين الله في هذه الآية أن من جلس مع الكفار وهم يستهزئون بآيات الله وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم وجلس وهو قادر على أن يقوم فحكمه حكمهم فهو كافر مثلهم، وكذلك من جلس مع أصحاب المعاصي ولم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم في الإثم والعقوبة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله تعالى: الذين يتربصون بكم، وهم المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون أن تزول دولتهم التي تحكم بالإسلام حتى تحكمهم دولة كافرة توافقهم على ما هم عليه. الذين يتربصون بكم وهم المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون أن تزول دولتهم التي تحكم بالإسلام حتى تحكمهم دولة كافرة توافقهم على ما هم عليه. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أي إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة جاءوا للمسلمين وقالوا نحن منكم فأعطونا من الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب وأحاط بالمسلمين ابتلاء وامتحان جاءوا إلى الكفار وقالوا لهم أحسن الله إليكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وإن كان للكافرين نصيب وأحاط بالمسلمين ابتلاء وامتحان جاءوا إلى الكفار وقالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فهم يضعون يدا مع المؤمنين ويدا مع الكافرين ويقولون نخشى الدوائر فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل هذا في الدنيا أي أن الله لن يجعل للكافرين سبيلا بأن يستأصلوهم فلا يبقى منهم أحد، فالإسلام باق ولا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وإن حصل هزيمة على المؤمنين أو نكسة أو تسليط من بعض الكفار على المؤمنين لكن هذا لا يستمر فالعاقبة للمتقين،
وقيل إن هذا في الآخرة، ولا شك أنهم ليس لهم سبيل ولا حجة على المؤمنين في الآخرة، فالمؤمنون هم المنتصرون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل هذا في الدنيا، أي أن الله لن يجعل للكافرين سبيلا بأن يستأصلوهم فلا يبقى منهم أحد، فالإسلام باق ولا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وإن حصل هزيمة على المؤمنين حسن الله إليكم وإن حصل هزيمة على المؤمنين أو نكسة أو تسليط من بعض الكفار على المؤمنين، لكن هذا لا يستمر، فالعاقبة للمتقين. وقيل إن هذا في الآخرة، ولا شك أنهم ليس لهم سبيل ولا حجة على المؤمنين في الآخرة، فالمؤمنون هم المنتصرون. ثم قال الله تعالى: ايش بكثير ما يرايش أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير على هذه الآية أحسن الله إليكم على قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، أي في المأثم، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله أحسن الله، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ما يعني يذكره مع ما ذكره خاله كيف؟ يعني قول مقاتل أحسن الله إليك إن هذه الآية نسختها الآية الأخرى، مقاتل من المتقدمين متوفى سنة 150 من الهجرة، وربما ذكر بعض المتقدمين النسخ بمعنى المجمل والمبين، هذه آية مجملة وبينتها الآية الأخرى. نعم، شو إيش
المسألة وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. نعم. في قوله ها وإدارة الذي أخضع فيها تلفاظ وإما سنك الشيطان فلا تقل. طيب وهنا هنا في الآية أشار في النسخ هنا في الآية طيب هذه في الأنعام أول في أول الآية المعنى طيب. أحسن الله إليكم. يبين الله في هذه الآية أن من جلس مع الكفار وهم يستهزئون بآيات الله وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم وجلس وهو قادر على أن يقوم فحكمه حكمهم فهو كافر مثلهم، وكذلك من جلس مع أصحاب المعاصي ولم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم في الإثم والعقوبة. نعم. طيب وش الإشكال ها؟ قول مقاتل رحمه الله. قال مقاتل عندك؟ نعم. قول مقاتل وهو أن آية الأنعام وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء نسختها هذه الآية إنكم إذا مثلهم. ذكر الشيخ بن باز أن هذا نسختها هذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. من الذي قال قول مقاتل؟ ابن كثير أحسن الله عليكم. قال والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في الأنعام يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الثلاثة الأهم نسخة هذه. نعم. هي منسوخة. النسخة التي في الأنعام المكية. لا أقول بالعكس. أيها النسخة. شو؟ التي هنا في النساء. نعم. ها؟ هذه النسخة. هي النسخة. عندنا الصورة مدنية. وإما مسلك الشيطان. وإما مسلك الشيطان هناك مكية وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. وإذا أحسن إليك ذكر الشيخ بن باز أنها من باب المجمل والمبين كلاما معناه إذا أردت الذين يأخذون في الأرضنا حتى يأخذوا في هذه الآية وإما مسلك الشيطان وإذا أردت الذين يأخذون في آياتنا فأعرضهم حتى يأخذوا في هذه غيره وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا في ذلك هذا لعلهم يتقون. نعم يعني ولا فلا تقل بالذكرى مع القوم الظالمين وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية هناك فيها نفي هذاك حكم هذاك نهي وهذا بيان الحكم عليه إذا جلس ما في نسخ الآن يعني ما في نسخ صحيح ما في نسخ والمقاتل النسخ على طريقة السلف بعض السلف يسمي النسخ البيان نسخ ويسمي التخصيص نسخ القدامى بعض القدامى هكذا يسمونه والمتأخرون يقول إن النسخ إذا رفع الحكم كامل هذا يسمى نسخ وإذا رفع بعضه بالتخصيص يسمى إيش يسمى تخصيص. وهنا كذلك آية الأنعام فيها نهي عن القعود وهذه الآية فيها حكم عليه إذا قعد يعني ما في يعني ما في اختلاف حتى يقال في نسخ. آية الأنعام نهي له أن يقعد وفي آية النساء التي معنا حكم عليه إذا قعد أنه مثلهم واضح؟
إذا ما في نص، ما في نص ولا في تعارض. آية العام نهي له أن يقعد معهم وإما مسكن صلاتهم فلا تقعد. وهذه الآية حكم، حكم الحكم عليه إذا قعد أنه مثله. نعم سمع. أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال في الآية وقد نزل عليكم في الكتاب، أحسن الله إليكم، أي عليكم يا معشر المسلمين أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يعني مع الذين يستهزئون حتى يخوضوا في حديث غيره، أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذه إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. صحيح. إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون رضيتم به ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم. نعم. وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والأكثرون على الأول لعلهم على الكراهة. على الكراهة. نعم. وآية الأنعام مكية وهذه مدنية والمتأخر أولى. لا ما ما في تعارض. لكن هنا ما ذكر التعارض، هنا جمع. نعم ما في. نقول هو أولى. لماذا لا يعمل بالحكمين معا؟ يعمل بالآيتين معا ومنهي عن القعود. وإذا أردت الذي يخوض في حتى يخوض في حديث غيره وإما مسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. نعم هذه نهي عن القعود وهذه الآية فيها حكم عليه إذا قعد. نعم. نعم. في حديث غير نعم نعم يعني نعم لك حديث ما فيه حديث غير ليس فيه ساء لا فيه معصية ولا كفر. نعم في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ذكر القرطبي فيها خمسة أقوال إن الله جمع ما وصلناها الآن. نعم قرأناها أحسن. ها؟ نعم قرأناها توقفنا عنها قبل الآية قبل ما يمسك بعدها إن الله الذين يتربصون بكم الذين يتربصون. نعم قرأناها أحسن. قال أحسن الله إليكم قول الذين يتربصون قرأناها إحنا الآن لازلنا في الآية إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كم خلصنا. أحسن الله إليكم. قلتم نعيد لأن قرأت هذه. نعم. يبين الله نعم يبين الله في هذه الآية أن من جلس مع الكفار وهم يستهزئون بآيات الله وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم وجلس وهو قادر على أن يقوم فحكمه حكمهم فهو كافر مثلهم. وكذلك من جلس مع أصحاب المعاصي ولم ينكر عليهم فإنه يكون مثلهم في الإثم والعقوبة. طيب. قوله تعالى الذين يتربصون بكم وهم المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر وينتظرون أن تزول دولتهم التي تحكم بالإسلام حتى تحكمهم دولة كافرة توافقهم على ما هم عليه. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أي إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة جاءوا للمسلمين وقالوا نحن منكم فأعطونا من الغنيمة. أي إن حصل للمسلمين نصر وغنيمة جاءوا للمسلمين وقالوا نحن منكم فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب
وأحاط بالمسلمين ابتلاء وامتحان، جاءوا إلى الكفار وقالوا لهم: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فهم يضعون يدا مع المؤمنين ويدا مع الكافرين، يقولون: نخشى الدوائر. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل: هذا في الدنيا، أي أن الله لن يجعل للكافرين سبيلا بأن يستأصلوهم فلا يبقى منهم أحد. فالإسلام باق، ولا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وإن حصل هزيمة على المؤمنين أو نكسة أو تسليط من بعض الكفار على المؤمنين، لكن هذا لا يستمر، فالعاقبة للمتقين. وإن حصل هزيمة على المؤمنين أو نكسة أو تسليط من بعض الكفار على المؤمنين، لكن هذا لا يستمر، فالعاقبة للمتقين. وقيل إن هذا في الآخرة، ولا شك أنهم ليس لهم سبيل ولا حجة على المؤمنين في الآخرة، فالمؤمنون هم المنتصرون. والصبر شامل للحال في الدنيا والآخرة، صوم الآية شاملة للأمرين. ايش بعده؟ حسنا إليكم. قال تعالى: شوف الذين يتربصون بكم، فإن كان من الله تفسير أحد، فإن كان لكم، شوف كان أحسن يعني كامل القرطبي والحافظ البغوي أحسن الله إليكم، قال: الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر، يعني المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله، يعني ظفر وغنيمة، قالوا لكم: ألم نكن معكم على دينكم في الجهاد؟ نعم، قالوا لكم: ألم نكن معكم على دينكم في الجهاد؟ كنا معكم، فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، يعني دولة وظهور على المسلمين، قالوا، يعني المنافقين للكافرين: ألم نستحوذ عليكم؟ والاستحواذ هو الاستيلاء والغلبة. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى وغلب. يقول: ألم نخبركم بعورة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونطلعكم على سرهم؟ نعوذ بالله. قال المبرد: يقول المنافقون للكفار: ألم نغلبكم على رأيكم ونمنعكم، أي ونصرفكم من المؤمنين، أي عن الدخول في جملتهم. وقيل معناه: ألم نستولي عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم. ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين. ومراد إيش؟ قال: ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين. هذا كلام بغوي؟ هذا نعم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قول الذين يتربصون بكم، قال إيش؟ ينتظرون بكم الدوائر، يعني المنافقين. طيب، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. كانوا الإشارة هنا يتربصون بكم، ينتظرون أن يزول، أن تزول الدولة التي تحكم، وتنتظرون الدولة الأخرى تحكم بغير الشريعة، غير ما يفقه. هذا المعنى، هذا الشيء يشير إليه. يتربصون بكم الدوائر، يعني يدخل من ضمن هذا أنهم يتوقعون
ابن كثير أحسن قال يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء أو السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتكم وظهور الكفر عليهم. كذا كلام الحافظ. الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة. قالوا ألم نكن معكم أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة، وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع في أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وليجعل الله كافرين مشكلة. قوله ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال كيف هذه الآية؟ نعم. فقال علي رضي الله عنه أدنه ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم نعم عن ابن عباس قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. لا نص الآية الله يحكم بينكم يوم القيامة، هذا ما في إشكال. قال أي حجة. ويحتمل أن يكون المراد ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب سلمان أنا تشمل الأمرين الحادثة في الدنيا والآخرة. ثم قال وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين. وفي هذا إيش؟ قال وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه، لعلها نعم ضبطوها خطأ، فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون. وفي هذا إيش؟ صلى الله عليكم. قال وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الآية. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة العبد المسلم من الكافر، المسلم من الكافر ولا على الكافر؟ لعله يذكرون العبد. بيع العبد عليه. نعم يعني بيع عليه يعني من نعم. لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكي، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى ولا يجعل الله
للكافرين عونا سبيلا. ربي ساتمك في الحال. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة صحة على الكافر. نعم. كيف يأمره بإزالة أمرك في الحال؟ ما دام صح باع عليه كيف؟ من قال بصحة بيع في الحال خلاص. نعم. ثبت صح البيع ثبت البيع الكافر كيف يأمر بذات ملك في الحال؟ ها؟ هو هذا الظاهر. ها؟ البيع على من؟ طيب المسلم باع الكافر أليس كذلك؟ أحسن الله عليكم. في كيف 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 يأمره؟ من الذي يأمره؟ الذي صحح العقد من أجله. يأمره بإيش؟ بإزالة ملكه عن هذا العبد ويسلم الكافر. أحسن الله عليكم. كيف يسلم؟ وش معنى هذا؟ كيف يزيل ملكه؟ باعوا عليها الآن، لما باع عليها صار مملوك ولا ما هو مملوك؟ باع المسلم العبد على الكافر صار مملوكا له، كذا كيف يأمره بإزالة ملكه بعد ما باع؟ شو الثاني؟ كيف الثاني؟ مسلم باع عبد على الكافر ثبت ملكه أليس كذلك؟ كيف يأمره بإزالة ملكه؟ في الحال هذا عندك وش كل عبارة عندك؟ ومن كان ومن صحح بيعه. نعم. قال ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال. كيف قوله تعالى ما كيف يزول ملكه في الحال؟ بالبيع على غيرها وبالعتق. ها؟ ببيعها على غيرها وبالعتق. شو بيع؟ هي المشكلة بالأمر بإزالة الملك. باعه بعد البيع يأمره بإزالة الملك ولا قبل البيع؟ ما يقبل. ما كيف ما كيف يعني هو الكافر يستجيب له هذا؟ صلى الله عليكم. قال لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر لأنه وسيلة إلى إذلاله وظلمه ورده. أي هذا ما في إشكال لك، لكن يقول ما صح الكلام ما صح من هذا. لا هذا لكن ليس على الهوى قد لا يتيسر. نعم. كيف يأمره؟ هذا هو الكلام، مو على الهوى. هذا الذي ذكره الشافعي أحسن الله إليكم في كتاب الحاوي الكبير للماوردي من الشافعية. قال مسألة، قال الشافعي رضي الله عنه لو اشترى مسلما فكاتبه فيها قولان، ثم قال الماوردي أما إذا اشترى النصراني وعبدا مسلما ففي عقد الشراء قولان، أحدهما باطل لا يثبت له عليه ملك ولا يجري عليه كتابة، وإن كتب لم يعتق فيها بالآداء لا على صحة ولا على فساد. وإن كتب لم يعتق فيها بالآداء لا على صحة ولا على فساد. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن الشراء صحيح لكن لا يقر على ملكه لئلا يثبت له عليه صغار. كيف لا يقر؟ ويؤخذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار إلى السيد في البيع أو العتق. ويؤمر بإيش؟ ويؤخذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار أو عتق إما ببيع أو عتق. ما هم الخيار، ما هو على هواه مثل ما قالش يقبل الكافر يقول ما هم لا بيع ولا معتق. لكن هذا أحسن وريكم أنا في أهل الذمة هم ملزمون بالأحكام الإسلام. إذا كان المسلم متسلط عليه، إذا كان المسلم مولى والحكم، هذا في زمنهم كان الذمه يلتزمون، حتى اهل الذمه ما يلتزمون خلاص صار تملك صار الحق. ولا خيار ولا بس ولا جعل الخيار. لا، الاصل منع، نمنع البيع عليه. طيب ارجع التفسير، شوف تفسير السلام عليكم.
نعم. فالله يحكم بينكم. نعم. قيل هذا في الدنيا أي أن الله لن يجعل للكافرين قبله. فالله يحكم بينكم من القيامة. تفسير هذا التفسير الذي ذكر بها. قبله بعد. ألم نستحوذ نعيد كل التفسير الآية. نستحوذ يكون على كل المؤمنين. نعم. قال فهم قوله تعالى ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فهم يضعون يدا مع المؤمنين ويدا مع الكافرين يقولون نخشى الدوائر. نعم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل هذا في الدنيا أي أن الله لا يجعل للكافرين سبيلا بأن يستأصلوهم فلا يبقى. قولوا فالله يحكم بينكم يوم القيامة. هذا الحكم هذا حكم الجزائي حكم الله تعالى. هذا الحكم حكم الجزائي في الآخرة. فالله تعالى يحكم يوم القيامة بنفسه كريمة. كما أنه يحكم على عباده في الدنيا بشرعه ويحكم عليهم بأقداره الجارية عليهم. فهي ثلاثة أحكام. قلنا هذا حكم الجزاء في الآخرة. يحكم بنفسه الكريمة. كما أنه يحكم بشرعه الذي أنزله على أنبيائه في الدنيا. ويحكم على عباده بأقداره الجارية عليهم. فهي ثلاثة أحكام لو تعالى. الله حكمكم القيامة. إذن حكم الله ثلاثة أنواع من الحكم. حكم الجزائي حكم الشرعي في حكم القدري. نعم. وقوله وليجعل الله كفرا. قيل هذا في الدنيا. ذكرنا الأمور الثلاثة ذكرتوها. قيل في الدنيا. كم قيل هذا في الدنيا أي أن الله لن يجعل للكافرين سبيلا بأن يستأصلوهم فلا يبقى منهم أحد. فالإسلام باق. ولا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وإن حصل هزيمة على المؤمنين أو نكسة أو تسليط من بعض الكفار على المؤمنين لكن هذا لا يستمر فالعاقبة للمتقين. وقيل إن هذا في الآخرة. ولا شك أنهم ليس لهم سبيل ولا حجة على المؤمنين في الآخرة فالمؤمنون هم المنتصرون. نعم. ولا مانع من شمول الآية للأمرين. ولا مانع من شمول الآية للأمرين فليس لهم سبيل عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. فلما نشمل هذه الأمرين في أحد السيد ذكر نشمل هذه الأمرين العدد من كثير العرض. ها؟ من كثير العدد ذكر ابن القيم أحسن عليكم في إغاثة اللهفان قال فالآية على عمومها وظاهرها. وإنما المؤمنون تصدر منهم المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة فهم الذين تسببوا في جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا في إيش؟ في إغاثة اللهفان أحسن الله. بعد كل قال ابن القيم رحمه الله فالآية على عمومها وإيش؟ أول ما قرأت قال ابن القيم رحمه الله فالآية على عمومها وظاهرها. إيش بعده؟ بس عموم ظاهر. إيش بعده عموم ظاهر؟ وإنما المؤمنون تصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان. لا بس يكفي. قال ابن القيم فالآية على عمومها وظاهرها. ذكر الشنقيطي رحمه الله
في الدنيا والآخرة. شوف كلام قال الشيخ محمد أمين شقيط رحمه الله بعد أن ذكر المعنيين، قالوا منها أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ابن العربي وهذا نفيس جدا، وهو راجع في المعنى إلى الأول، لأنهم منصورون لو أطاعوا، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين. ومنها أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا، فإن وجد فهو بخلاف الشرع. ومنها أن المراد بالسبيل الحجة، أي ولا يجعل لهم عليهم حجة، ويبينه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. منع دوام منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. هل استطاع من الدوام؟ نستريه منه لو بعد، لكن إذا رفض امتنع. أحسن الله إليكم. قالوا أن المراد بالسبيل الحجة، ولن يجعل لهم عليهم حجة، ويبينه قول تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني الحجة في الآخرة يعني. نعم، أنتم أيضا في الدنيا. أحسن الله إليكم. كذلك يعني تشمل الحالة في الدنيا والآخرة، الحجة في الدنيا على عمومها. بس طيب إيش بعد؟ القرطبي علق على كلام ابن العربي قولها العربي، وهو قال أحسن الله إليكم كلام العربي علق عليه، وذكره هنا عنه القرطبي، قال إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو من قبلهم. مثل ما ذكر الشمير. نعم. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ابن العربي وهذا نفيس جدا. قال القرطبي قلت ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وذلك أن حتى غاية، فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض وسبي بعضهم لبعض، وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين، فغلظت شوكة الكافرين واستولوا على بلاد المسلمين. حتى لم يبق من الإسلام إلا أقله، فنسأل الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه. هذا الكلام القرطبي أحسن الله. طيب، لكن أحسن الله إليكم خصصتم الحجة في الآخرة، ولا شك أنهم ليس لهم سبيل ولا حجة على المؤمنين في الآخرة. نعم، في الدنيا على القول الأول. في الدنيا قل لا يشامل الأمرين، ليس لهم حجة في الدنيا بأن يسلطون على المؤمنين فيستأصلونها ولا يبقى منه أحد كما سكبس. نعم، في الدنيا في الآخرة. طيب وش بعده؟ خلاص بعد ايش؟ ان المنافقين. طيب ارفع هذا، شوف آية الأنفال في الهجرة، هل ان الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا سبيل أموالهم، هل فيها زيادة عما سبق في الكلام في الهجرة في مرنا؟ ما لكم من ولاتهم شيء حتى يهاجروا، آخر سورة الأنفال ثلاث الآيات والأربعة آخر من السورة. من ينزعه؟ ما يقدر ينزعه. هذا الحاكم إذا كان له سلطة خلاص، إذا كان في تحت الدولة المسلمية نعم، هذا ممكن. هذا لعلهم يقصدون أهل الذمة في وقتهم. نعم، في هذا كما أهل الذمة تحت الدولة دولة الإسلام. نعم نعم. قصة سلمان الفارسي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما يستطيع. يستطيع ما ها؟ ها؟ الرسول يقول اليهود قال رفضوا حتى دين جابر قال نزلوا كذا اقبلوا ما رفضوا كيف؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحكم على اليهود في هذا؟ إلى الآن ما يحكم عليهم. نعم يرفضون. نعم شوف كلام الحافظ والقرطبي على الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. على الآية أحسن الله عليكم. قال القرطبي فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى إن الذين آمنوا ختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به، وقد تقدم معنى الهجرة والجهاد لغة ومعنى. والذين آووا ونصروا معطوف عليه وهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وانضوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون. أولئك رفع بالابتداء، بعضهم ابتداء ثان، أولياء بعض خبره، والجميع خبر إن. قال ابن عباس أولياء بعض في الميراث، فكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر، فنسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام الآية، أخرجه أبو داود. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين، ولا يتوارث أهل ملتين شيئا. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها على ما تقدم بيانه في آية المواريث، وقيل ليس هنا نسخ وإنما معناه في النصرة والمعونة كما تقدم في النساء. والذين آمنوا ابتداء والخبر ما لكم من ولايتهم من شيء، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة من ولايتهم بكسر الواو، وقيل هي لغة، وقيل هي من وليت الشيء يقال ولي بين الولاية ووال بين الولاية، والفتح في هذا أبين وأحسن لأنه بمعنى النصرة والنسب. يعني يجوز الوجهان ولاية وولاية، لكن جعل المعنى مختلف. أحسن ليش؟ قال وقيل هي لغة، وقيل هي من وليت الشيء يقال ولي بين الولاية. هي لغة يعني في النصرة يعني، ولا أصلا الولاية هي الوظيفة. نعم الإمارة، الولاية الإمارة والوظيفة والحرفة، وأما الولاية في النصرة والمحبة. وقيل إنها لغة، ها؟ قيل إنها لغة. ما فرق ابن كثير؟ حاضن كثير ما فرق، قال كالدلالة والدلالة. لا لا أنا القرطبي ضبط كلام القرطبي. قيل هي لغة، قال وقيل هي لغة، وقيل هي من وليت الشيء يقال ولي بين الولاية. وقيل هو غيث. أحسن الله عليكم. وقيل إيش؟ ما لكم من ولايتهم من شيء، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة من ولايتهم بكسر الواو. وقيل هي لغة، وقيل هي من وليت الشيء يقال ولي بين الولاية. قيل هي لغة، وقيل ليست لغة، فتكون الولاية معنى الولاية بمعنى النصر والمحبة، والولاية هي الإمارة والوظيفة. طيب مش بعد الثانية قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين، يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. قال ابن العربي إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء. هذا قال من؟ كذلك قال مالك. وهو الأول قول من؟ هل حتى يبقى درهم؟ هو ما ذكر إلا هذا. الأحسن إليكم. ما عزاه العربي، ما عزاه أحد، ما ذكر. أحسن إليكم. طيب. قال كذلك قال مالك وجميع العلماء. طيب
فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. هذا وين فيه؟ متى هذا؟ هذا القرطبي ينقل عن ابن العربي أحسن عليكم. في زمانه؟ في الأندلس. مش بعد. قال الزجاج: ويجوز فعليكم النصر فعليكم النصر بالنصب على الإغراء. الثالثة قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. قال علماؤنا: في الكافرة يكون لها الأخ المسلم لا يزوجها إذ لا ولاية بينهما، ويزوجها أهل ملتها. فكما لا يزوج المسلم إلا فكما لا يزوج المسلمة إلا مسلم، فكذلك الكافرة لا يزوجها إلا كافر قريب لها أو أسقف ولو من مسلم، إلا أن تكون معتقة، فإن عقد على غير المعتقة فسخ إن كان لمسلم، ولا يعرض للنصراني. ليش؟ فإن عقد على غير المعتقة فسخ إن كان لمسلم ولا يعرض للنصراني. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم أحسن عليكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. طيب بعد الآية اللي بعدها: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ونصروا. والذين آمنوا من بعد وهاجروا. لا قبل، لا قبل. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هم بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا. آيتان. آيتان. نعم. قبل الذين آمنوا من بعد. نعم. حسن الله عليكم. حافظ كثير في قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا. قال: لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يعني موافقة الآية النساء، يعني هذا في الولاء والنصرة، وأن من لم يهاجر فليس لهم الولاية إلا إذا استنصرهم على قوم الكفار، نصرهم إلا من كان بينهم وبينهم نفاق. طيب بركة في اسم يقول: في بيع العبد المسلم مع الكافر، يقول: إذا بيع المسلم يقول يلزم الكافر بإعتاقه أو بيعه على المسلم، ما يترك يستقر ملكه عليك، لأنه قد يكون وسيلة إلى ردته. إن شاء الله إذا جاء الرق إن شاء الله ما في رق الحين. إن شاء الله في أسئلة. ولو في سؤالين فقط. من قال السؤال الأول: أحد ملاك العقار يريد أخذ نسبة من المبيعات بدلا من الإيجار من باب مساعدة المستأجرين في حال لا يوجد مبيعات في المواسم الضعيفة. أحد ملاك العقار يريد أخذ نسبة من المبيعات بدلا من الإيجار، يأخذها من المستأجر لعله، من باب مساعدة المستأجرين في حال لا يوجد مبيعات في المواسم، يعني ما يأخذ منهم. لا ليس له ذلك. أو يقول نحدد قيمة متدنية ونسبة. ليش يأخذها يجعلها عشان إيش؟ يعني لعله بدل الإيجار هذا.
بدل الأجار؟ بدل الأجار. ما يدفع أجار يعني؟ إيه نعم، لأني ما في بيع مواسم وكذا، والإيجار قد يكون غالي، فيقول له نأخذ نسبة، تعطيه نسبة من المبيعات. أي بيع؟ إيش مبيعات؟ يعني من الربح أو كذا، بدل الأجار. مبيعات إيش؟ يعني هو محل بيع تجارة. ففي المواسم الضعيفة ما في بيع كذا، فيقول ما يأخذ من أجار، أجار قد يكون غالي، فيقول أخذ منكم نسبة من الربح بدل ما أخذ منكم الأجار في المواسم الضعيفة. هذا عقد في عقد، عقد في عقد، ما يصلح. السؤال الثاني يقول: من ربط فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هل نقول من أراد فعل ذلك فعله غير صحيح لأن في هذا الوقت لا يوجد جهاد؟ من ربط إيش؟ من ربط فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الحديث. إيه؟ قال: هل نقول من أراد فعل ذلك فعله غير صحيح لأن في هذا الوقت لا يوجد جهاد عن طريق الخيل؟ يعني حتى يؤجر بفعل ربط الخيل. بس هذه مسألة فرضية، هذه مسألة فرضية. من في حد يريد يعمل هذا الآن، وين يربطه، وين يجعله؟ لأن صار وسيلة الحرب مختلفة. أقول وسيلة الحرب إلا قيل إنه يعني الخيل يحتاج لها، ويقول الخيل معقود في نصر الخيل يوم القيامة، مثلا حتى في الحروب الحديثة في أماكن في الجبال وفي أماكن يراد منها يعني الخفية، وفي أماكن ما تأتي السيارات في الجبال وفي الظلم، في ظلم الليل هي باقية، يعني الخيل محتاج لها حتى الآن في الحروب الحديثة يحتاجون له في الجبال وفي أماكن في الظلام، لا يستطيع مثل السيارة تصعد العيش إلى الجبال، وفي أوقات يراد فيها ألا يكون هناك صوت ولا حس، وفي ظلم الليل فهي باقية. ممكن كانت يعني تستعمل في مثل هذا وتستعمل باقي. هذا مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في ناصية الخير إلى يوم القيامة. استرجاع ايش؟ في التفسير القرطبي قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح. على ما حل بلاد الإسلام، لأنه في عهده في زمن في حياته سقطت قرطبة بعض الأندلس. صحيح، وما قال هذا إلا وفق الله الجميع وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك.